ده صنف دون ما تتمرش فيه الناعم. كان باين عليها انها طيبه قوي. طيبه مين؟ ربنا يأسف اجلها البعيد. انت اللي طيبه وقلبك ابيض يا مدام. في واحده تجيب واحده من الشارع تحميها وتلبسيها هدومك وتنوميها جنبك. الواطيه وبعد كل ده اصحى لقاها سرقاني. جتها شلل في ايديها. لا وزي ما تكون كانت منشنه دخلت نقت كل المجوهرات الحقيقيه. الحمد لله انها ما خدتش اكسسوارات التصوير. ربنا ياخدها وما تلحقش تصرف مليم. دي صعبت عليا. دي كانت حافيه. دي اشكال واطيه يا مدام. لا وخايفه من اخوها. قال ايه؟ اخوها بيعذبها. تتعذب في نار جهنم. دول ناس نصابين بيمثلوا على الطيبين اللي زيك عشان يسرقوه. دي طلعت ممثله شاطره قوي. انت لازم تبلغي البوليس يا مدام، يمكن يلحقوا يرجعوا لك حاجتك ويرموها في السجن. عندك حق يا شيتا. طب قومي قومي ناوليني سماعه التليفون دي واعملي لي فنجان قهوه. ايوه يا ابني، انا عبد المنعم باشا الخادم. عملت ايه يا ابني؟ انا قلت لك ما تعملش اي حاجه الا لما اقول لك. الدعوات زي ما اتفقنا، الفرح في ميعاده، اهم حاجه الفنانين اللي احنا طالبينهم بالاسم وبالذات تحيه كاريوكا. انا قلت لا يا اسماعيل وخلاص، الناس مشيوا. يا تحية، الناس بيحبوك وعندهم عشم ان انا اقنعك، وبعدين ده فرح غير اي فرح. يعني هيكون فرح بنت بارم ديلو؟ بارم ديلو مين وفارم ديلو مين؟ ده فرح تبع عبد المنعم الخادم. ويطلع مين عبد المنعم الخادم ده؟ ده يا ستي راجل ساري ثراء فاحش، ومعروف عنه ان كل الستات بتجري وراه علشان فلوسه. وانا ما بجريش ورا فلوس حد، يبقى يخلي فلوسه ترقص له. جرى يا توح؟ ما انا عارف. أنا بقولك الكلام ده لا سمح الله علشان حاجة، أنا بقولك الكلام ده عشان معرفة راجل زي دوت تنفع ما تضرش. قلتلك مش هرقص يعني مش هرقص. وبعدين اسمع بقى يا إسماعيل، أنا صاحية النهاردة عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي، وأقولك حاجة عشان ترتاح، بلاها النهاردة تمثيل. سلام. الله 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 الله، في يا تحية ما تهدي يا تحية. يا تحية استني بقى. الله، إيه العفردة دي بس لزومها إيه؟ سيبها دلوقتي يا أستاذ إسماعيل. هي مالها؟ أصلها مسروقة. مسروقة؟ واحدة بنت حرام سرقت فلوسها وذهبها. أتاريها هبت فيا زي البابور يا أخويا. حقيقي اتقي شر من أحسنت إليه، منها لله. دي تحية ما تستاهلش كده أبدا، طول عمرك مظلومة يا ضنايا. ربنا يعوضها خير. طول عمرها بتعمل خير لكن بختها قليل. هي هتغيب يا بنتي؟ معرفش والله يا خالتي. تلاقيها مقهورة ومخنوقة يا حبة عيني. وشرف أم البت دي جدع. الله الله الله، ده أنت شمتان بقى. شايف سفاريت شوقي بيقول إيه يا إسماعيل؟ دي طلعت حتة دين بت، إنما نمرة. تصدقوا تأمنوا بالله أنتوا أصحاب أوانطة. ما هو أنت تستاهلي برضه يا توح، مش أي حد يعيط لك كده تأمنيه وتدخلي بيتك وتميتيه كمان. فريد برضه عنده حق، أنت غلطانة تحية. يا ناس هو أنا عملت إيه بس؟ أنتوا هتجننوني؟ أنا عملت ربنا فيها، أنا فعلا صدقت البت وصعبت عليا. ما هو برضه ما يعقلش يا تحية تاخدي واحدة تبيتيها في بيتك لا تعرفي أصلها ولا فصلها. أديك اتقرصت أهو، وخلي بالك بقى وحرصي وفتحي شوية. احمدي ربنا بقى توحى إنها ما خدتش هدومك بالمرة. على رأيك الحمد لله، ده لو بنت الإيه دي طالت هدوم التصوير كان بقى يوم أسود. وحياة أمي يا توحى لو شفت البت دي لا أجيبها لك متعلقة من شعرها. لا اطمن يا فريد، مش هتشوفها تاني مرة أبدا، النوع ده بيظهر مرة واحدة. أنا اللي قاهرني إنها قطعت قلبي بنت الكلب. خلاص بقى معلش يا توح، هتفضلي تشتمي فيها، يمكن محتاجة الفلوس دي. ما تقلقيش يا توح، البوليس أكيد هيقبض عليها وهيرجع لك حاجتك. يا أخويا هو اللي راح بيرجع أبدا تاني؟ عندك حق والله يا توح، المال الحرام عمره ما بيرجع أبدا. أنت زعلتي ولا إيه؟ أنا مالي حرام يا فريد؟ ليه؟ سمعت عني اني مشيت عوج ولا مشيت في سكه غلط قبل كده؟ ابدا والله يا توح، تتقطع ايدي اللي يمسك ايد تحيه كاريوكا في الحرام. فكيها بقى.
رفضت؟ معقولة؟ للأسف يا عبد المنعم باشا. طيب يمكن عايزة فلوس أكتر؟ قلنا لها كل اللي عايزاه برضو رفضت. طب رفضت ليه؟ قالت إنها مرتبطة بمواعيد سفر، وحتى خليت إسماعيل ياسين يتدخل وبرضو رفضت للأسف. طيب سيبكم منها، بقيت اللي أنا طلبته منكم يتنفذ بالحرف. أكيد يا عبد المنعم باشا. وسيبوا لي أنا موضوع تحية كاريوكا ده. تحت أمرك يا باشا. ايه يا ست تحية؟ ده مفيش حد في مصر كلها قال لي العب منعم الخادم. لا لا يا ام، مش هسيبك تمشي ولا تسافري ابدا. سيبيني براحتي يا تحية. يا ام حرام عليكي، بقيتي توحشيني. يا حبيبتي ما انا معاكي طول الوقت اهو، وبعدين اختك وعيالها محتاجيني اكتر منك. ده غير خالك ومرات خالك والمنزلة والاسماعيلية. يعني انت بتحبيهم اكتر مني؟ ياما حرام عليكي، عايزاكي تقعدي معايا زي قبل كده. قبل كده كنت بخاف عليكي، ودلوقتي ما بقيتيش تخافي عليا؟ يا لهوي يا تحية، ده انا بخاف عليكي يا حبيبتي من الهوا الطاير. بس انا الحمد لله دلوقتي بقيت مطمنة خلاص. انت بقيتي مشهورة، وناس ياما يتمنوا لك الرضا ترضي. الناس دي كلها كوم، وحضنك انت كوم يا متحية. يا حبيبتي انا مش هغيب عنك، منين ما تحتاجيني هتلاقيني قدامك. عايزة فلوس يما؟ مستورة يا دنايا. ليه يما كده؟ كل ما بحاول اديكي فلوس ما بترديش، وكأن فلوسي كلها حرام. ربنا يغنينا بالحلال يا بنتي، ينور لك طريقك. يا مدام صحية ساكنة هنا؟ خير يا عبد الرزاق. ساكنة هنا ولا مش ساكنة هنا؟ ساكنة هنا. استرها يا رب. خير يا حضرة الضابط؟ خير طبعا يا مدام، انا جيت اطمنك اننا قبضنا على البنت الحرامية. مستورة؟ ما اسمهاش مستورة يا بنت الايه؟ وكمان كدابة؟ ده امر طبيعي يا مدام، كلمنا حضرتك على التليفون كتير. تليفوني عطلان من امبارح مش عارفة ليه. عموما حصل خير، حاجة حضرتك موجودة وتقدري تعدي تاخديها في اي وقت ونقفل المحضر. ضيعت نفسها ودي هتتسجن على كده؟ طبعا، دي ما طلعتش اول سرقه، دي لسه جايه من الصعيد. دي ما طلعتش صعيديه اصلا يا مدام. امال ايه؟ طلعت بنت شغاله كومبارس. كومبارس؟ من التحقيق معاها اكتشفنا انها تعرف عن حضرتك انك طيبه قوي وكريمه قوي، عشان كده حبكت التمثيليه على حضرتك لحد ما عملت عملتها. معقوله؟ معقوله في كده؟ واكتر من كده، احمد ربنا اننا قدرنا نوصل لها. لكن الحقيقه حضرتك على جانب كبير من الخطأ. أنا عملت ربنا يا حضرة الضابط. لازم حضرتك تكوني حريصة أكتر من كده. عموما حصل خير ومستنيين حضرتك في أي وقت. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي. بعد إذن حضرتك. مع السلامة. الله يسلمك. متشكرة قوي قوي. فين أوضة مدام تحية كاريوكا؟ وعايزها في ايه حضرتك؟ اللي انا عايزها فيه هقوله لها بنفسي. انت مالك انت؟ لا مؤاخذة بيه، اقول لها مين؟ عبد المنعم باشا الخادم. ادخل. لا مؤاخذة يا هاني، في واحد بره بيقول اسمه عبد المنعم باشا الخادم. عبد المنعم الخادم؟ خليه يتفضل يا سباع. اتفضل يا بيه. ايه يا توح، عايزه تحرمينا منك ليه؟ جرأة يا باشا، هو ينفع الكلام كده واحنا واقفين؟ تستريح الاول وبعدين نتكلم. اتفضل. انا مش هستريح الا لما توافق ان انت تيجي تنورنا الليله، ولا احنا ملناش نصيب في الجمال ده؟ والله يا باشا مش عارفة أقول لك إيه، لكن يعني الحقيقة إن أنت عزيزة علينا أوي.
واحنا مش هنتنازل عن وجودك معانا في الفرح. ساعتها هيبقى الفرح فرحي. والله يا باشا انا كان بودي، لكن حقيقي عندي ارتباطات، وضيف لده كمان اني عندي سفر لبنان. طيب خلاص نخلص الفرح ونسافر مع بعض لبنان. نسافر مع بعض ازاي؟ انا هقولك ازاي. تعرف ان توحة اتجوزت وفي لبنان دلوقتي بتقضي اسبوع عسل. اتجوزت مين؟ عبد المنعم الخادم. انت تعرفه؟ اه طبعا يا فريد اعرفه، بس بسرعة دي. انت عارف توحة بقى ملهاش في كلام الرغي وقصايد الحب، اول ما بتلاقي حد عايز يتجوز بتتجوز على طول. لازم تركز شوية يا فريد، تختار مرة بقلبها. اختارت بقلبها قبل كده يا رشدي، كانت ايه النتيجة؟ تعرف يا باشا، في كل مرة أجي فيها بيروت لازم أنزل في الفندق ده وفي نفس الأوضة دي. وش معنى دي بالذات يا توحة؟ عشرية بقى. هما مش بيقولوا عليا كده برضو يا باشا؟ قمر يا توحة، قمر. يا كاريوكو هترجع امتى من لبنان؟ طالما الاستاذ صلاح ابو سيف سال السؤال ده يبقى اكيد عايزها في شغل. يبقى اكيد فيلم جديد. فيلم مهم جدا، نفسي يطلع زي ما انا عايز، ده اللي مخليني قلقان جدا. وطالما الاستاذ صلاح قال ان هو قلقان جدا يبقى اكيد هيطلع فيلم جامد جدا. يا ريت يا رشدي، يا ريت. المشكلة عندي في دور البطلة، والمشكلة اني مش شايف غير تحية كاريوكا. مالك يا توحة؟ مش قادرة اصدق ان يجي عليا اليوم اللي أشوف فيه الست أمينة محمد والناس بتتريق عليها كده، ويوصل بيها الحال إنهم يطلبوا منها تنزل من على المسرح. مش هي دي الرقاصة اللي اتفرجنا عليها امبارح في المسرح؟ كانت غزال. كبرت وتخنت، بان عليها السن قوي. هي دي سنة الحياة يا توحة.
ايه يا طه؟ سرحانة مني ليه؟ كل نجم لازم يحترم تاريخه ويحترم جمهوره ويحافظ على نجوميته. قصدك ايه؟ انا مش هستنى بقى امينة محمد يمنى. ايوه بس انت مش زي اي حد يا توحة. انا قررت اعتزل الرأس. انا شايف ان قرار اعتزالك قرار انفعالي. وانا ما اقولش كلمة وارجع فيها ابدا يا باشا. المسألة مش كلمة يا توحة، ده تحديد مصير. وبعدين ما تنسيش انك في عز شبابك وعز نجوميتك. مش هرقص تاني. عموما انا يسعدني القرار، لكن يحزنني لو تراجعت ورجعتي واحرجت نفسك قدام جمهورك. اطمن، انا قلت لي مش هرقص تاني. اللي عايزني ممثله اهلا وسهلا، لكن كباريهات وحفلات خلاص. واول ما اوصل مصر هبلغ كل الجرايد بقراري. طب يلا عشان العربية جت عشان نلحق المطار. تمشي وتسيبيني؟ طب كنت يقول والله ياما لسه ما اتفطمت، لسه ما اتفطمتش من حبك ومن حضنك. وانا اللي جايه طايره، فكري انك هتبقي فرحانه بالقرار اللي كان نفسك تسمعيه من زمان يا متحيه. تعملي فيا كده وتغدري فيا وتسيبيني؟ ليه الحبايب بيمشوا ويسيبوني ابكي ويتنار الفراق؟ من حضنك يا غالية ليه بتسيبوني؟ كنتوا خدوني معاكم، كنتوا خدوني معاكم بتجربوا تشوفوا غلاوتكم في قلبي. سليمان يمشي ويسيبني وانتي بعده. الحبايب كلهم بيمشوا مرة واحدة، طب اعمل ايه من غيركم؟ فين الستر الحنين؟ فين القلب اللي بيخاف عليا؟ انا عارفه انهم كانوا بيعايروكي بيا. بنتك رقاصه، بنتك رقاصه، بس والله ياما وشرفك وشرف ابويا عمري ما عملت حاجه حرام. حافظت على نفسي عشان وعشان ابويا وقبلكم عشان ربنا. يا الحبايب يا اللي بيكسبوني وحدانيه، ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه بتجربوا غلاوتكم في قلبي؟ يا ام خساره، خساره انها تبطل رقص. توحى اذكى رقاصه قابلتها في عمري، واصل الرقص مش هز وسط. الرقص ده فن وثقافه ووعي باللي بيقدمه الفنان، وهي عندها كل الحاجات دي. توحى دي فعلا ذكيه يا ايزاك، بتعمل اللي ما قدرتش غيرها تعمله، بتعتزل الرقص وهي في قمه نجوميتها وجمالها
عشان تحافظ على صورتها الحلوة في عيون كل اللي حبوها. يمكن يكون عندها سبب تاني. أظن إن هو ده السبب الحقيقي يا زكي. أنا من خلال علاقتي وعشرتي بتوحة أأكد لك إن هو ده تفكيرها، خصوصا إن هي دلوقتي بقت ممثلة لها اسمها ومكانتها، وقرارها إنها تكمل في التمثيل بيأكد إنها مش ضد الفن ككل، بدليل إن هي مكملة كممثلة. يبقى قرارها بخصوص الرقص وبس، اللي هتفضل برضو محتفظة بمكانتها اللي وصلت لها فيه. تحية كانت تقدر تدي في الرقص سنين طويلة كمان، بس هي أحسنت اختيار التوقيت، توقيت في منتهى الذكاء. ريتني أنا كمان قدرت أتعامل معاها بنفس الذكاء ده. الله، انتي لسه صاحية يا حبيبتي؟ مستنياك يا حبيبي. بقول ايه يا توحة، ما تيجي نروح الفيلا؟ ما احنا هنا كويسين يا منى كالعادة. انا مش عارف ايه اللي عاجبك في الشقة دي. خلاص بقى خدت عليه العشرة يا منى. ما انا نفسي يبقى في عشرة بينك وبين الفيلا. هيحصل يا حبيبي. تحب اجهز لك العشاء؟ لا حبيبتي انا تعشيت بره. يلا بينا ننام. نام انت يا حبيبي، اصل انا لازم اعمل مكالمه مهمه للاستاذ صلاح ابو سيف. طب ليه بالذات دلوقتي؟ الوقت متاخر. اصله بعت لي حته فيلم يجنن يا منى، اسمه شباب امراه، وانا موافقه اشتغل فيه. انا حاسه انه هيبقى نقله مهمه قوي في مشواري الفني. طب يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهل. الو استاذ صلاح، انا تحيه كاريوك. ميرسي يا استاذ، اما حضرتك بعت لي حته فيلم يجنن، انا من حلاوته هقراه مره تانية قبل ما انام. طبعا طبعا، ده انا اللي يشرفني اشتغل مع حضرتك، وجاهزه كمان امضي على بياض. اقطع دراعي اما كانت خايفه مني دلوقتي. تحيه تخاف منك ليه؟ طبعا عشان سحبت البساط من تحت رجليها، ما بقاش في حد دلوقتي ما يعرفش مين هي سامية جمال. وده ثبت لك ساحة الرقص، برتعي فيها زي ما انت عايزة. جرأة يا رشدي، كل مرة نجي فيها سيرة التحية تبقى مش طايقني. هنروح على فين دلوقتي؟ كأنك بتقولي انزلي من العربية. يكون أحسن. كده يا رشدي بتعاملني أنا كده؟ أنا آسف في حياتي، تعب. نسهر فين الليلاتي؟ المدام موجودة؟ أقول لها مين؟ قولي لها شادية. تفضل. يا أهلا وسهلا يا شوشو. أهلا يا مدام تحية. الله مسمسمة أوي، اسم الله عليها. تفضل تعالي يا شوشو، بيتك ومطرحك يا حبيبتي. أهلا وسهلا. أهلا 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 بيك. أقعدي يا حبيبة قلبي. الهانم تشرب ايه؟ تشرب ايه ده؟ ايه يا بخيل، انت حلي على كيسك واعملي احلى غدا للاستاذه شوشو. امرك يا مدام. ها قولي لي يا جميل، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويسه يا مدام تحيه. شكري سرحان كان قالي ان حضرتك عايزاني بخصوص فيلم جديد. في الحقيقه يا شوشو هو مش اي فيلم، وانا اقنعت شكري سرحان انه يمضي على بياض، وفي عندنا في الفيلم دور بنت بريئه رقيقه جميله مسمسمه، ومفيش حد في الوسط كله يعرف يعمل الدور ده غيرك. وانا عشان بحبك يا مدام تحيه مستعد اعمل اي حاجه حتى لو كان دور صامت. وايه رايك بقى، انا عشان بحبك وبموت فيكي مش ممكن ابدا حوافق غير انك تعملي احلى حاجه في الدنيا. اللي تشوفيه يا مدام تحيه انا موافقه عليه، ومستعده دلوقتي حالا امضي على بياض. يا اختي عليكي. ما عنديش حاجه اسمها كده. الاكسسوار الناقص في المشهد يكمل. حاضر يا ريس. يلزم المشهد اللي بعده بسرعه. حاضر يا ريس.
هي مدام تحية جت؟ الناس على بعد ساعتين، وبعدين كالعادة يعني هتيجي قبل بعدها بساعة. طب اتفضل أنت. حاضر. لما جيلك الفرصة يا توحة، وإن شاء الله هتجيلك، امسكي فيها بإيديكي وسنانك، حاربي بشرف عشان ما تفوتش منك، اثبتي إنك تستحقيها. أحياناً أو غالباً الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة بس في العمر، والشاطر اللي يعرف يستغل الفرصة دي وينجح من خلالها. وأنا واثق إنك شاطرة يا توحة. عامل لحضرتك حاجة يا مدام؟ لا خلاص، معاد الاستوديو ده جنون وتهور يا انور. استهدى بالله يا صلاح، جمال مش مندفع، جمال درس موضوع التأميم ده بقاله فترة. اهو القرار ده ممكن يجيب الخراب للمنطقة كلها. الخراب كده كده حاصل، دول حرفين ما يسيبوا القرار غير ترع خربانة. الظروف العالمية اللي حوالينا يا انور بتؤكد خطورة القرار ده. نفس كلامك ده قاله حكيم، وفي الاخر جمال عبد الناصر مشى اللي في دماغه. طب تلاته بالله العظيم جمال عبد الناصر عنده حق. اقعد ولا اقنعك بهدوء، صل على النبي امار. اللهم صل عليه. انت لما بتفتح محدش بيعرف يوقفك. طب انت يرضيك ان حقنا يروح لغيرنا؟ يا راجل ده لعن الله قوم ضاع الحق بينهم. الناس دول بينهبوا ثرواتنا وبيسيبوا لنا الفتات، وبيقولوا ان احنا لا نصلح لاداره القناه، وان احنا ما نستحقش الخير اللي احنا فيه. انت عارف ايه الالم اللي بجد؟ ان احنا نثبت للناس دي ايه هي الاراده المصريه. ساعتها نقدر نقدم روحنا للعالم بجد. انا رفضي للموضوع ده مش خوف ولا جبن يا انور، انا خايف على البلد. مفيش حد في البلد يجرؤ انه يقول ان صلاح سالم جبان. بس لازم كلنا نبقى جمال عبد الناصر. لازم كلنا نبقى على قلب راجل واحد. عشان نثبت للكلاب دول قيمة المصريين. مرعوبة، مرعوبة يا مدام تحية. أولاً مفيش مدام تحية دي. اسمي توحة. مرعوبة يا توحة. ما تخافيش، كلنا كنا مرعوبين ومتلجين وخايفين أول ما وقفنا أول مرة قدام الكاميرا، خدنا عليها وخدت علينا، بقينا عاملين زي العفاريت. إن شاء الله هتبقي هايلة. بس أنا بجد هموت من القلق. بشرة خير. هو كده الفنان الحقيقي يا شوشو، دايما لازم يبقى قلقان، عايز يخرج احلى حاجه عنده، ودايما مش راضي عن نفسه. بصي بقى، انا عايزاكي تروحي دلوقتي اوضتك تراكعي دورك كويس قوي، عايزاكي تقفي قدام الكاميرا زي الوحش، وان شاء الله ربنا هيوفقك. ربنا يطمن قلبك يا توحة، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك موت يا سكر، انت يا مسمسمه يا قمر. يلا بقى روحي اوضتك عشان تجهزي، وما تنسيش تقري الفاتحه قبل ما تبتدي. حاضر يا توحة، بعد اذنك بقى يا عمر. اتفضلي يا روحي. خير يا استاذ؟ في حاجة غلط حصلت جوه؟ عندي مشكلة مع تحية، وشها دايما بيضحك. ما هي طيبة يا استاذ، واللي في قلبها على لسانها. هو وشها اللي بيضحك ده انا مش عايزه المشهد الجاي. خلاص قول لها تعيط. لا لا لا. أنا هقول لك تعمل إيه بالظبط. إيه ده؟ أدخل. بس يلا بقى يا مدام. يلا إيه؟ ثواني وبجهز. بلا ثواني بلا دقايق، إحنا مستعجلين. الله،
قلت لك ثواني وجايه بجهز للمشهد. انا بقى مش ماشي، انا رجل على رجلك، بقول لك هتمشي قدامي. انت في ايه يا جدعان؟ هو انت شارب حاجه ولا ايه؟ ايوه شارب، شارب من كعاني منكم والمهنه المنيله ديت. لما انت شارب من كعانك مننا ومن المهنه المنيله دي، ما تسيبها تروح امك وتريحنا. اسيبها؟ ما اسيبهاش، بمزاجي بكيفي. يلا كده بلاش صداع. يا نهار ابوك اسود، انت عارف انت بتكلم مين؟ هتكوني مين يعني؟ هتعملي لي فيها نجمه؟ نجمه؟ طب انا هفرج امك اذا كنت نجمه ولا مش انت نجمه. انت بتعمل ايه؟ يلا 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 يا بنت الصلاحه ايه التحيه؟ ولا عجبك المشهد يا استاذ؟ هايل، روح تلقى وعدك بقى حلو. ربنا يستر. ادخل. ايه الجمال ده يا مدام؟ اقفل الباب واخرج بره يا حيوان. حيوان وستين حيوان. لو كنت بالفعل اقصد اضايقك بجد، كان الاستاذ صلاح هو اللي قال لي اعمل كده عشان المشهد يطلع بالحلاوه والجمال دوت. بقى هي الحكايه كده؟ والله العظيم كده. سامحيني بقى. عايزني اسامحك؟ ليه عندك طلب؟ أموريني، بس اوعي تقولي لي زياده في الفلوس. ليه؟ مش عايزه منكوا حاجه. أموريني، عايزه الكل يعرف اني عندي مغص شديد وان التصوير هيتلغي. بس يا مدام تحيه، ما بسش. هتنفذ ولا رنك علقه تانيه؟ كركبت بطنه الله يسامحها. لعبتها صح عليكم. كلنا افتكرنا ان هي فعلا عيانه. وفركشتوا التصوير فعلا؟ الحقيقه انا قلت فركش، لكن توحه صعب عليها اليوم يبوظ. كشفت الملعوب. ستي دي فنانه بجد. الشغل معاها متعه. انا نفسي اشتغل معاها ومعاك يا استاذ صلاح، ولا انت مش شايف غير شكري سرحان ولا ايه؟ اصبر اصبر يا فريد، انا محضر لك موضوع هايل. كلام صلاح ابو سيف ولا ده وقت؟ موضوع مهم واسمه الفتوة. فتوة، يبقى مفيش غير فريد. وتوحة معانا فيه؟ دور البطولة، ما تعملوش غير توحة. طب يلا بقى يا أستاذ، خلص شباب امرأة عشان نخش على الفتوة. قول بس يا رب شباب امرأة ينجح. ايه ده كله؟ هو فيه كده؟ نجاح منقطع النظير يا توحة. ألف ألف مبروك يا توحة. الله يبارك فيك يا فريد، بس اللي بجد بجد لازم كلنا نشكره هو الأستاذ الكبير صلاح أبو سيف، عمل مجهود غير عادي. البركة فيكم أنتوا، لولاكم ما كانش الفيلم طلع بالجمال ده. الحقيقة يا توحة دوري غير عادي، تغير بيان. ولا شكري سرحان، إيه الجمال ده؟ ده يجنن. ده عشان قدامك بس يا توحة. طب هتقول ايه بقى يا سي فريد على الاستاذ الكبير عبد الوارث عصر؟ ايه الروعه في الاداء دي؟ بجد بجد يا جماعه انا ما كنتش مصدقه نفسي وانا بمثل قدامه. الراجل ده حكايه. ولا كل كوم والقمر السكر اللي نورتني في الفيلم دي كوم؟ ده عشان بس كنت بمثل معاك انت يا توح. الحقيقه الكاست كله كان هاجي. عايزين بقى يا استاذ صلاح ندخل على طول على الفتوه، وانا وتوحه جاهزين. لا مالكش دعوه بيا، انا لسه عندي سماره، انا مرتبطه بالاستاذ حسن الصيفي. يا اخوانا سمرت ايه وبتاع ايه؟ انا الفتوه. توحة تستاهل كل خير. كل ده وما نسيتهاش. انا قلت لك قبل كده يا نابلسي، توحة ما تتنسيش. نفس احساسها ورشدي ما يتنسيش. عموما في المهم حقق نجاح كبير. شفته طبعا، عامله حته الدور هايل. هي مين دي اللي عامله حته الدور هايل؟ انت اللي جابك هنا. بتتكلموا عن كاريوكا صح؟ جاي هنا ليه يا حياتي؟ لو فيها الخير يا رودي كانت جابتك بدل شكري سرحان. اولا ده اختيار مخرج والدور بينادي صاحبه، ثانيا وده الاهم يا ساميه، اظن ان انا ما بشحتش ادوار. وانا برضو مش فاهمه هي طالعه بالفيلم ده السامه ليه، عامله دور عادي يعني. وانا مش فاهم لغايه دلوقتي يا حياتي، انت ايه اللي جابك هنا؟ بقالي كام يوم ما شفتكش يا رودي وقلقت عليك. ما قلقش عليك يعني؟ عيل صغير انا يا حياتي،
راجل، راجل وسيد الرجاله كمان. ما تيجي معايا، عايزاك. عايزه ايه؟ عايزاك في موضوع مهم. طيب هفوت عليك بكره بعد المغرب، تكون صحيت. العمال بيستنجدوا بيك يا ست تحية عشان تجيبي لهم حقه. معقول اللي انت بتقوله ده يا عم صابر؟ والله العظيم يا مدام زي ما حكينا لك كده، العمال بقى لهم كام اسبوع ما قبضوش، ودول غلابة وفاتحين بيوت. طب اسمعوا بقى، بلغوا البيل منتج اني قاعدة ببيتنا ومش هنزل اصور ولا شط واحد لحد ما الناس دي كلها تاخد فلوسها. سلام عليكم. الله يسرك يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خايف نكون عملنا مشكلة ولا حاجة. واللي احنا فيه ده مش مشكلة يا عم صابر. عامل لك كوباية ليمون؟ أنا مش عايز ليمون ولا حاجة، أنا عايز أقابل المدام. اليوم كده هينضرب. وأنا لو صحيتها برضو هتضرب. خش كده وصحيها بالراحة. اللي احنا فيه ده خراب بيوت. هحاول وربنا يستر. يا رب. الراجل بره على نار يا مدام. احسن خليه متلقح عندك عشان يعرفوا ان الله حق، فالحين بس يشفطوا حق العمال الغلابه. امرك يا مدام. استني حطي له حاجه يطفح على بال ما تنيل على عيني واغير واروح له. امرك يا مدام. خلاص لما تحلوا مشاكلكم كلها نبقى نكمل شغل. مدام حضرتك واخده فلوسك اول باول. ما تبقاش في بيتي وتستفزني وتضطرني هزعك. مدام ما اقصدش، صدقيني ما اقصد، اقصد دفعاتك واخداها في توقيت مناسب واخده فلوسك. فلوسي يا حبيبي اللي انت بتقول عليها دي خدتم بيها الشغل، انما العمال الغلابه اللي بيطلعوا الشغل ما خدوش ولا مليم. حرام عليكم يا ظلمه، دول مستنيين رزقهم اسبوع باسبوع. ان شاء الله فلوسهم الاسبوع الجاي. خلاص يبقى نكمل الاسبوع الجاي. مدام تحية احنا مش نصابين، بالله العظيم دي مسألة سيولة، وان شاء الله هتتحل الاسبوع الجاي. والعمال الغلابة دول يأكلوا عيالهم ايه؟ توب. انا حلفتلك بالله العظيم فلوسهم الاسبوع الجاي، بس حرام نقف ندور المكان نشتغل يعني. عارف لو كنت بتكذب. برقبتي يا مدام. أنا هصدقك وهنكمل التصوير والعمال هيقبضوا لليلادي. منين يا مدام؟ أمال إحنا بنقول إيه من الصبح؟ هدفع أجور العمال من جيبي. حضرتك هتدفعي كل الفلوس من جيبك؟ أيوه، دول غلابة وملهمش ذنب، ياخدوا فلوسهم على داير المليم، ولما تبقوا تحلوا أزمتكم تبقوا تدوها لي. مدام تحية أنا عمره كله في الوسط، عمره ما شفت حركة الجدعانة دي خالص. ولا هتشوف. ثواني وهكون جاهزة للتصوير وأجهز لك المبلغ. وافقت الحكومة على القانون الآتي. ينصر دينك يا ريس. عاجبك اللي بيحصل ده يا انور؟ اهي الدنيا بقت مقلوبه والاوضاع متوتره، ما بقتش دوله ولا اتنين، بقوا ثلاثه، انجلترا وفرنسا واسرائيل. ولو احنا المفروض ما نتراجعش ابدا مهما كان الثمن. انت عارف خطوره اللي بيحصل ده ايه؟ عارف، لكن ايماننا بالله وثقتنا بنفسنا اكبر من اي قوه على وجه الارض.